أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في إطار هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز من العالمين وتحديدا مطار العالمين لتغطية كل فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء هنا من العالمين. وبعد ربما اتفاقية أو يمكن إجراء هام بين الهيئة العربية للتصنيع وسافران أو شركة سافران الفرنسية، يسعدني أن أدير هذا اللقاء مع ضيفي الكريم السيد كريستوف بروني نائب رئيس شركة سافران والمدير العام للشركة حول ما حدث من ربما كشهادة أو اعتماد للهيئة العربية للتصنيع في قطاع خاص بالتعاون بين الطرفين. سيد كريستوف، نرحب بك في مصر وفي مدينة العالمين. أشكرك. اسمح لي أن أسألك عن الرخصة التي منحتها للهيئة العربية للتصنيع. هذه خطوة جديدة في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. بدأنا هذا التعاون منذ زمن بعيد من خلال التعاون في إطار الصيانة الخاصة بالألفاجات، ونريد الآن أن نطور من هذا التعاون. لذلك اعتمدنا الهيئة العربية للتصنيع فيما يخص كل المحركات الخاصة بالألفاجات، لأنها تتمكن من إصلاح هذه المحركات. وقد قمنا بإنشاء مركز في الهيئة العربية للتصنيع معني بإصلاح وصيانة هذه المحركات. في العرض الصغير هذا كانت هناك إشارات من الجانب المصري على أنه قد تكون هناك خطط مستقبلية مع سافران. نعم، فهو مع تطور المجال الجوي نحتاج إلى تطوير خطة المبنية على 4 دعائم. الداعم الأول هو التعليم، فالهيئة تحتاج إلى فنيين متعلمين. سنوقع غدا أيضا اتفاق مع القوات الجوية المصرية خاص بإنشاء برنامج تعليمي للضباط تدعمه الجامعة الفرنسية المصرية. الدعم الثاني يتعلق بالهندسة، لأننا نريد أيضا أن نرفع من مستوى العاملين في القطاع الخاص بالمحركات، فنعمل مع القوات الجوية المصرية. نعم، يبدو أنه نظام تعليمي لتعليم المهندسين المصريين. نعم بالتأكيد، وهذا يتعلق بإنتاج قطع الغيار في مصر. اسمح لي أن أسألك عن انطباعك عن المعرض اليوم وهذا العرض الخاص بالمجال الجوي هنا في العالمين اليوم. إنه مذهل، وقد زرت الكثير من المعارض الجوية، فهو منظم بشكل جيد وهناك حضور جيد. كان للفريق الفرنسي اليوم عرض رائع أمام الرئيس في بداية اليوم. أنا لم أره لكني استمعت له لأنني ألف ومحرك الرافال. سعدنا بك سيدي. أنا أيضا سعدت بهذا اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا.